السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير. النهاردة هنعمل وصفة جديدة، هي طريقة البيتزا، بس هنعملها بثلاث أجزاء. الجزء الأولاني هنعملها بطريقة، والجزء الثاني هنعملها بنفس العجينة بطريقة تانية، والجزء الثالث هنعملها بنفس العجينة بطريقة ثالثة. ونبدتي يلا مع بعض. بسم الله، عندنا 4 كوبايات دقيق، عليها ذرة ملح وحبة سكر، حاطين باكو وربع خميرة فورية، ربع كوباية لبن بودرة، هنخلطهم كلهم على بعض، حاطين معلقتين زبدة وربع كوباية زيت، هنخلطهم كلهم مع بعض، هنحط بيضاية ونقطة خل ونعجن. نحط كوباية مية لحد ما نشوف العجينة هتلم معانا. لو احتاجت ميه هنحط تاني لحد ما العجينه تلم معايا، لو ما احتاجتش ميه يبقى كده هي ميتها كويسه مظبوطه. دلوقتي هي كده لمت معايا وبقت ملمسها جميل، مش محتاجه ميه تاني. واحنا حطينا ميه عشان احنا حاطين لبن بودره، لو ما كناش حاطين لبن بودره قلنا هنعجن باللبن، بس احنا عشان حاطين لبن بودرة فعجننا بالمية، واللبن البودرة بيساعد العجينة على الارتفاع وبتديها طعم جميل. عجينة لينة وسهلة. هنسيبها تخمر نص ساعة ونغطيها، وبعد نص ساعة هنيجي نشوف عملنا ايه. بعد ما العجينة خمرت معانا ونرجع نبتدي نشتغل. ازاي حضرنا السوسيس وعواد الكباب على اساس هنعملها بشكل جديد، تنفع في اعياد الميلاد، تنفع في الحفلات. ويلا بينا هنبتدي نشوف هنعمل ايه. دلوقتي نحط دقيق، ناخد جزء من العجينة. بسم الله، النشابة هنفردها وتبقى رقيقة شوية علشان احنا هنلف كام لفة، فاللفة دي ما تبقاش ايه هي تخينة واللفة تبقى اضخم، تبقى رقيقة شوية. السوسيس كده، حط التانية، نلفها. مش عايزينها تبقى كلها سوا بعض، كلها سوا بعض علشان في السوا يبقوا مستويين سوا واحد. نمسك الخلة نحط واحدة كده، هنحط في الخلة تلاتة، بعيد عن بعض شوية، نبتدي نخصص كده الخلة التانية. وبعد ما شكلنا العجينة وحطيناها في الصينية، جبنا ربع كوباية لبن وبيضاية وحطينا عليها نسكافيه
وهنقلبها. علشان وشها يحمر وعطى لون ذهبي جميل. ودلوقتي ده منظرها بعد ما طلعت من الفرن، وحطيناها في طبق التقديم، وحطينا معاها نسكافيه. وان شاء الله تعجبكم وتنال اعجابكم وتجربوها. يعني انا انصحكم تجربوها عشان طعمها حلو جدا وشكلها جميل جدا، وهتعجب كل اللي هياكلها ومنظرها جميل. فان شاء الله تعجبكم. ولو عجبتكم الوصفه اعملوا لي لايك واشتركوا في القناه علشان يوصلكم كل جديد، وجربوها وقولوا لي رايكم في التعليقات. وان شاء الله دي الحلقه الاولى. الحلقه الثانيه بنفس العجينه هنعمل بكره ان شاء الله بيتزا، ميني بيتزا. والحلقه الثالثه هنعمل قلوب البيتزا، هتبقى بالقرفه والملبن بنفس العجينه. ان شاء الله تعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.